فضيلة الشيخ عطية فقر، يصاب بعض النساء بما يسمى بالوحم، فهل له دليل في القرآن والسنة؟ وهل ما تشتهيه الزوجة وقد لا يكون في استطاعة الزوج في ضمن نفقة الزوج على زوجته؟ إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب، والنصوص فيه كثيرة، فأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن. وقد قرر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أن من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقضي به العادة. وقد جاء في حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب لمثل أبي شجاع في فقه الشافعية أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض في خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم. إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شيء ظهر أثره في تكوين الجنين بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك، لكن شوهد أن بعض النساء تأتي بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات دون أن يكون هناك اتصال جنسي بينهما أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه. فهل يمكن أن يقال إن التأثيرات النفسية العصبية تكون بمثابة رسل أو وثائق توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن؟ رأيت في سفر التكوين إصحاح 30 ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها، وهي أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة في مساقي الغنم لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فلتأمل هذا، وهذا يؤيد الرأي القائل إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا في الأعصاب والأحاسيس. وفي ذيل تذكر داود الأنطاكي أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسي أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين. وتحدث العلماء عن حمل الغيرة لأنها عبارة عن انفعال عصبي شديد يؤدي إلى حدوث انفعالات في خلايا المخ، كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره في تغيرات الجسم. ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيسمئز منه فيخرج له مثله، ومداوي رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتثاؤب لمن يرى إنسانا متثائبا. والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان والعلم يشهد لها، ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهيئ لها الجو الذي يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة. والله أعلم.